c'est un hôtel qu'on peut plus bluffer dans sa totalité, parce que la structure, quelle que le fait. نعطوا فرصة للجزائريين والجزائريات باش يتعرفوا على بلادهم، وخاصة الطبقة الضعيفة والمتوسطة، يزم إعادة النظر في الأسعار. وحاجة تفرح، شفنا لي بريفي على مستوى عدة ولايات بداوا يعني يخفضوا في الأسعار، وحنا دروك يعني في القطاع العام المدير العام نتاع الأخضر لازم تاني يخفضوا على الأسعار. خاطر حاليا في الظرف الحالي الجزائر الجديدة ما كانش فرق بين بريفي وبيبليك، كلهم يعني مؤسسات